النهارده ان شاء الله هنبدا في وصفاتنا، هنعمل المسقعه بالبشاميل. المسقعه ليها يعني اختلاف طبعا البيوت واختلاف الوصفات. في ناس بتحبها مسقعه بلدي ما بتعملهاش بلحمه خالص. احنا يمكن انا كانسانه احنا تعودنا على المسقعه باللحمه المفرومه، فلازم يبقى فيها لحمه مفرومه، ما ينفعش ناكلها من غير لحمه مفرومه. لكن في ناس كمان بتحب تضيف لها البشاميل، وفي ناس كمان بتحب تضيف لها مكسرات. انا الحقيقه هبقى في الوسط، خير الامور الوسط. انا هعملها النهارده بالبشاميل ومسقعه تقليديه، بس هشوي البتنجان على الجريل بمعلقتين زيت عشان نقنن من نسبه الزيوت اللي بتبقى موجوده في البتنجان. خليني الاول ننزل مقاديرنا واجيب كده شكل البتنجان قدام حضراتكم تشوفوه، وهبدا شغاله معاكم برده في الجريل عشان تبقوا عارفين انا شويته ازاي. نبدا اول حاجه نقول بسم الله. عندي بتنجان رومي شرايح، لما بيكون طازه بقطعه بالقشر بتاعه، ولو مش حابين عايزين تعملوه جنب وجنب، عايزين تعملوه من غير قشر خالص، بس الفايده صدقوني في القشر، وخصوصا لما بيكون طازه لانه نسبه الحديد عاليه جدا في البتنجان. وعندنا بطاطس شرايح ودي اختياريه، وعندنا زيت للقلي. طيب اللحمه المفرومه بقى الحشو، يعني عندنا حوالي نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه، بصله مفرومه، فص ثوم مفروم او فصين ثوم مفرومين، معلقه كبيره من الصلصه، معلقه صغيره بهارات لحمه، معلقه صغيره زعتر جاف، ورشه من القرفه، وورق لورا، وملح وفلفل. عندنا بقى للبشاميل، البشاميل ده هنعمله زي ما عملنا كتير قبل كده، بس انا اقول لحضراتكم عندي لتر لبن، معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين قدهم بالزبده، الزبده قد الدقيق، وبيضه لو حابين تضيفوها في البشاميل، وممكن تستغنوا عنها لو حابين، ونضيف مكانها جبنه موتزاريلا، وطبعا رشه جوزه الطيب. انا دلوقتي هشيل بس كده شويه الباذنجان اللي احنا ايه شويناه ده. بصوا بقى جميل ازاي، نسبه كمان الشوي فيه حلوه. بصوا، ومعلقتين زيت ما بكترش، متحكمه اكتر. طبعا بجيب الباذنجان زي ما اتفقنا بقطعه بشكل حلو. الشوي ده بيدي ريحه وطعم للمسقعه مختلفه تماما على حضراتكم متعودين عليها بالباذنجان المقلي. ودي برضو من الحاجات الجميله. بصوا انا هشوي دول اتنين اهم متقطعين قدام حضراتكم هنا. انا طبعا البطاطس قليناها نص قليه، هشيلها دلوقتي، ولو ان انا برضو ما بحبش احط فيها بطاطس خالص، عشان بس يعني، بس طبعا اصدقائنا اللي طلبوها عايزينها بالبطاطس، فانا هعملها زي ما طلبوها عشان انا في الاخر بعمل الحاجه اللي حضراتكم عاوزينها. هحط كده بسم الله الرحمن الرحيم معلقه زيت، وهحط البتنجان بعد ما اديته رشه الملح، نزل شويه الميه، نشفت شطفته ونشفته، ما شطفتوش بميه يعني، نشفته بالمناديل او فوطه مطبخ جميله عشان يبدا امتصاصه لنسبه الزيوت او نسبه الماده الدهنيه، لانه زي السفنج تبقى قليله شويه. وحطيته اهو في الجريل قدام حضراتكم، وهاخد كده الكاتنج بورد بسم الله، وادي الباذنجانه هاخدها. هوري بس حضراتكم الناس اللي بتبقى حابه تاخد كده من الجنب مثلا، يعني ده فرضا للي عايز يدي شكل بس للبتنجانه، فياخد كده جنب متشال وجنب ثابت وجنب متشال وجنب ثابت، ده ممكن تبقى بالشكل ده برضو، او تخلوا القشره كلها موجوده. انا بصراحه مع ان اخلي القشره كلها موجوده، وبعدين بقسمها عادي جدا كده شرايح زي ما حضراتكم شايفين. وايه يفضل ما يبقاش اللي فيها بذر كتير، البتنجان اللي بننقيها ما يبقاش فيها بذر كتير اهو. وبعدين برش رشه الملح زي ما قلت لحضراتكم، بتصفي الميه بتاعته شويه، وبعدين ببدا ايه نقلب بس دي كده من هنا. بصوا خدت كده الشكل، وناخد واحدتين كمان ممكن دي ودي، حلوين اهو كده. وبعدين لو احتجت هحط نقطه زياده في النص، واحده بس، يبقى انا كده ماشيه بايه نقطه زيت واحده، مش عايزه اكتر منها. الجريل بيتحروق من لون البتنجان، بسيبه لان هو ده اللي بيدي الخطوط الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. البطاطس دي المفروض ان انا ارفعها دلوقتي كمان من هنا. خليني كده اخد واحده بتصفي الزيت ممكن دي، اوكي، ونطلعها هنا شكل مؤقت دلوقتي بسم الله. قطعتها برضو دواير كده وهصفيها هنا، تاخد بس نص تحميره
انا بصراحه لو ما يعني لو مكان اللي هيعملها مش حابينها مقليه، بس انا بعملها زي ما قلت لحضراتكم عشان ده اختيار اصدقائنا اللي حابين. هشويها، اشوي هاخد البطاطسايه كامله وهروح مغرزاها بالشوكه وهي بقشرها بعد ما بغسلها طبعا كويس جدا وانضفها، وبعدين هروح ارش عليها رشه زيت زيتون ورشه ملح، وهروح حطها جوه ورقه زبده وهغلفها بورق الفويل وهدخلها الفرن، واللي يطلع من البطاطس دي هخليه اخد منه اقطع البطاطسايه دي بعد ما تطلع مشويه من الفرن، هتبقى احلى واصح. يعني ده لو انا ايه بتسالوني عن رايي او انا لو هعملها بالبطاطس، بس انا الحقيقه ما بحبهاش بالبطاطس، فانا ما بعملهاش بالبطاطس خالص. لكن فكره تانية لاصدقائنا اللي حابين حاجه هيلثي وصحيه، انا شلت خلاص كده الزيت وهبدا ارفعه من على النار. بسم الله، هرفع دي كده هنا وايه ونرفع ده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد بقى الناحيه الثانيه من الباذنجان اهو، خد الخطوط اهي شايفين ازاي، وبعدين هنقلبه كمان قلبه كمان عشان ياخد التسويه الحلوه، بس تبدا تطرى بقى وتديني التسويه الحلوه اللي حضراتكم شايفينها، وبين اللحظه والتانيه بحط نقطه زي ما انتم شايفين كده، فبتبقى اقل نسبه الدهون فيها اقل بكتير من اللي احنا بنحطه تشرب كل الدهون او الماده الدهنيه او الزيت كله. طيب هبدا بقى اعمل اول حاجه البشاميل، هجهزه هنا مع حضراتكم، واحنا طبعا مش اول مره نعمل البشاميل مع بعض لكن هنعمله سوا دلوقتي عشان لو في حد حابب يشاركنا فيه. طيب خليني بس الاول ايه معلش انشف الجزء ده كده عشان دايما الحاجات اللي بتطرطش دي ما تقعش على البوتاجاز فتبدا تمسك فيه وتبقى ايه مش لطيف، تصعب عليا ماموريه التنظيف يعني. هاخد كده طبعا البشاميل يفضل لو انتوا حابينه بزبده، بس انا طبعا عشان منع الاحتراق الزبده، ودي برده من ضمن الحاجات المهمه اللي عايزين نحكي عنها مع بعض، نقطه زيت واحده وهحط معاها الزبده اللي هحمر فيها المفروض الايه الدقيق. الزبده قد دقيق معلقتين ومعلقتين. الناس اللي مش عايزه تعمل، احنا عملنا قبل كده البشاميل صحي بدقيق شوفان وحطينا لبن خالي الدسم وعملناه وطلع حلو قوي، برده عملنا بيه كوسه بالبشاميل. للناس اللي حابه تعمل حاجه صحيه، لكن نقدر كمان الناس اللي بتحب الحاجه الدسمه احنا بنطعمه بحاجه لطيفه. خليني اخد الرواس كده هنا كده وهبدا اضيف عليه الدقيق. بسم الله، وندوب الزبده مع الدقيق مع بعض. ثلاث معالق الدقيق الكبار الاكل مع ثلاث معالق الزبده بيعملوا بيتحط عليهم لتر لبن، لتر لبن بيطلع بشاميل متوسط مظبوط. بصوا ازاي اهو كده، نديله بس تشويحه كده زي ما حضراتكم شايفين. في اللحظه دي في ناس بتحب تحط مكعب مرق مثلا للتطعيم، وفي ناس بتحب تسيبه عادي جدا. هاخد بس رشه من جوزة الطيب هنا اهو في الاول، وهضيف هنا كده. اللي عايز يضيف مكعب مرق في الاول يضيف، اللي عايز يحط رشه ملح وفلفل مفيش مشكله. هننزل بقى بسم الله الحليب او اللبن كده كده، ادي اللتر، ونقلب. هاخد رشه ملح ورشه فلفل، ولو في فلفل ابيض ماشي للبشاميل مع رشه جوزة الطيب، وانا حطيت في الاول رشه بس طبعا بيحلى البشاميل بجوزة الطيب. ونقلب كده تقليبه حلوه ونسيبه لحد ما يبدا ايه يتماسك معايا على النار، لان اللبن تقريبا مش ساقع قوي لكن واخد درجه حراره المطبخ يعني او طلع بقاله شويه علشان ايه يبدا يسخن على طول ويديني القوام. هنا بقى هقلب الباذنجان اللي احنا المفروض بنشويه كده على الجريل، شوي سريع زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا طريته بقت جميله، كمان طعمها بيبقى حلو قوي في المسقعه، ما تيجوا تحطوها في الفرن هتلاقوا الريحه رائعه مع رشه الزعتر وبقيه الحاجات. بصوا والباذنجان خفيف، نقدر كمان لو عايزين تكملوا الوجبه كلها حاجه هيلثي هنستغنى عن البطاطس اصلا وهنحط المسقعه عادي جدا، تقدروا تحطوا معاها فلفل رومي او تعملوا مشوي برده في الفرن
زي ما انتم عاوزين او على الغاز زي ما عملنا قبل كده في الفلفل الاحمر والاصفر، ونقدر نستخدم البشاميل صحي. بالنسبه بقى للزبده، الزبده احنا بنطعم بيها بشكل بسيط. يعني انا دلوقتي حطيت، ممكن احط معلقه واحده من الزبده الصفراء. نقوا دايما انواع الزبده النيوزيلندي احلى، الهولندي فيها انواع حلوه جدا غنيه. نبعد عن انواع الزبده المبهمه، الحاجات اللي بتبقى زيوت وتهدرجت او بتبقى خلاص مضاف لها حاجات مش عايزينها. عايزين بقى بالنسبه لنا الزبده الفلاحي او الزبده البلدي بتاعتنا، اختيارين. لا تقولوا لي هاخد قشطه اضيفها على سمنه جايباها من بره وهضيفها واعملها بلدي، عشان الموضوع ده بيتعبني قوي بصراحه، بزعل جدا لما بتقولوا كده، بزعل قوي لما في ناس بتفكر كده. احنا لو عندنا وش اللبن بتاع اللبن بتاعنا البلدي، لو احنا بنستخدم لبن جاموسي او بقري، احتفظوا بيه. خدوا اللبن، الوش اللبن القشطه الجاموسي، وحطوه في علب في الفريزر. وقت ما تحبوا تعملي وتسيحي زبده، سيحيها على نار هاديه، اديها رشه الملح، تديكي مرطه، مش بتبقى حاده قوي زي الزبده طبعا، لكن بتبقى مرطتها ملحها خفيف قوي، عدبه شبه عدبه لو انت ما ضفتيش الملح، بتبقى حلوه. واحتفظ بيها برطمان صغير. ثانيا الزبده، ليه اخد لبن اضيفه على زيت، او اخد لبن اضيفه على سمنه عشان اديها طعم، واخد قشطه ابوظها واحطها جوه علبه سمنه نشريها؟ طب ما انا عارفه ان في الاخر دي كلها مهدرجه. ايا كان، مع احترامي لكل الشركات، انا اضمن البلدي في ايدي، اضمن حاجه بيتي. الزبده عموما الموسم بتاعها بيبقى في شهر طوبه، فاحنا عايزين نجيبها في شهر طوبه، لانه بيرجع ليه في شهر طوبه ويبقى حلوه، بيبقى اللي هي بتبقى غذاء الحيوانات او البقر او الجاموس، بيبقى متغذي على البرسيم، فبيبقى الدنيا معاه لطيفه جدا، فبيبقى اضراره للالبان والحاجات دي فيها نسبه دسم حلوه. فاحنا خلينا دايما نرجع للموسم بتاعها امتى فبنشتريها. لو انا هخزنها زي ما احنا عاوزين زي ايام زمان، نحط في الفريزر ونطلع نسخن او يعني نسيح من الزبده قوي قوي. بس ليا رجاء عند حضراتكم، عشان في جات لي شكاوي كتير انه في ناس بتسيح الزبده بتغير طعمها، فاذا تكرمتم الزبده نطلع على قد احتياجنا من الفريزر، هي دي اللي نسيحها، وهي دي اللي ايه نملى بيها برطمان او ايا كان. لو احنا استخدمنا كتير ليها يبقى خلاص اوكي، هنعمل برطمان كبير، لكن لا داعي ان احنا نسيح الكميه كلها ونقعد طول السنه. ممكن اوقات قد ما نستخدمهاش، يمكن تجينا حاجات، يمكن ما نستخدمهاش بنفس الايه الكميه اللي احنا متعودين عليها. فرجاء ناخد من الفريزر نسيح على قدنا، نفضل محتفظين بالزبده دي بطعمها وجمالها، ولا تمرر ولا تدي طعم مزنخ، ولا تحطوها في الحاجه تحسوا طعمها اتغير، ولا حاجه خالص. طيب الاصفر زي ما قلنا، بالنسبه للزبده البقري انا بستخدم نيوزيلندي. نيوزيلندي ميزتها حاجتين، انها بتستخدم في الحلو وفي الحادق. او الهولندي اللي هي الناس اللي سالتني على زبده المائده، الهولندي في منها انواع كويسه جدا. فاحنا في الاخر عاوزين الانواع الكويسه. لو انا هشتري قالب من بره وانا مش عارفه لسه، لا انا اشتري ازود عليه شويه واجيب النيوزيلندي مضمونه، وتتباع بالكيلو، بنقدر نشتريها من اكتر من هايبر، من اكتر من مكان يعني ماركتس كبار او سوبر ماركتس عاديه. طيب انا دلوقتي بصوا ببدا بقى اخد حله تانية جنبي هنا، وايه اشوح فيها العصاج، احطها هنا كده جنب البشاميل، وهبدا اعمل العصاج بتاعي. العصاج برضو بنفس الفكره، هاخد كده لو اللحمه فيها شويه دهون ممكن بزيت زيتون، بتبقى طعمها يجنن لو حطيته زيت زيتون مع تشويح بتنجان او مع نفس الوصفه، حلو قوي، احلى انواع الزيوت واخفها واحسنها. هاخد معلقه الزيت، باخد كده البصله بسم الله هنا، بشوح كده البصلايه، احط معاها رشه الملح ورشه الفلفل عشان تبدا تنزل السوائل اللي فيها وتتحمر كويس. حمرها بشكل حلو واهي مفيش. عايزه طعم بقى رز، عايزه طعم اي اكله باكلها، معلقه صغيره كفايه مع معلقه زيت وخلاص كفايه. وفي انواع يعني اكلات بيستخدم فيها زيت الزيتون كتير جدا ما بيغيرش الطعم، وفي ناس ما بتستخدمش الزيوت ولا الماده الدهنيه اصلا في حياتها. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، انا يعني يمكن السمنه ما بجيبهاش الا في العيد حاجات معينه، لكن الزبده البلدي او وش القشطه، وش اللبن او القشطه الحلوه دي اللي احنا دي اللي بطعم بيها الاكلات، عشان بتبقى خفيفه
وفي نفس الوقت ببقى لو نفسي في حاجه ليها فيها طعم البلدي وانا بحمر فرخه وانا بديها واحده معلقه كده تديني الفاست والطعم الحلو. هاخد كده هاخد كده يا حبايبي الثوم مع البصل شوحه بس تشويحه حلوه كده هنا مع الريحه الحلوه دي واللحمه. بسم الله ناخد كده اللحمه خلينا ايه نقلب وطبعا بحط على اللحمه اول ما تنزل رشه ملح ورشه فلفل وانا بحب احط معاها كمان رشه خفيفه قوي بسيطه من القرفه بسيطه ورشه جوز الطيب بتفرق قوي في طعم. وطبعا بهارات اللحمه حطينا بهارات اللحمه اهو كده ولسه بقى هنبدا نشوف الصوص. بصوا البشاميل هنا سيب دي شويه بصوا بدا ايه اللبن ياخد السخونيه بتاعه النار وبدا هيقول بقى معايا وانا مش عايزاه بشاميل تقيل لدرجه ان هو لما يبرد يتقل اكتر فيبقى عامله زي قطعه الايه يعني البلوزه كده. لا انا عايزاها تبقى حلوه وجميله وادي وش بشاميل خفيف للناس اللي مش متعوده تاكل المسقعه بالبشاميل. طيب انا بقلب كده تمام وهنا برضو العصاج تمام. ممكن نطلع فاصل صغير عقبال ما اسوي العصاج ونرجع لحضراتكم. انا كل اللي هعمله اول ما يستوي هضيف عصير الطماطم بس ده ما ترجعوا حضراتكم نحط الزعتر بقى الحلو بتاعنا ونقفل طاجن المسقعه عشان في وصفه حلوه قوي الوصفات ان شاء الله تعجب حضراتكم باذن الله. لكن بعد الفاصل مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا حضراتكم البشاميل بقى عامل ازاي هوريكم على ظهر المعلقه. بصوا قوامه بقى كده اهو وزي ما اتفقنا بنعمل كده طالما الطرفين ما جوش على بعض يبقى هو تمام وصل للمرحله المظبوطه. طيب انا مش عايزاه لان هو بيتقل عن كده كمان فانا هرفعه بعد اذن حضراتكم. بسم الله هحطه هنا انا شغله كده على العصاج بعد ما حطيت له خلاص كل الايه التوابل اللي اتفقنا عليها ما عدا الطماطم او صوص الطماطم او عصير الطماطم كده او صلصه وهنزود عليها ميه زي ما تحبوا. هحط كده كده عايزين عصير الطماطم بقى الحلو بتاعنا وايه ممكن نزود كمان شويه كده بس صغننين من الميه. هضيف دلوقتي الزعتر وهجيب بقيه عصير الطماطم عشان تتخدع معايا الصوص الحلو ده. بصوا بقى هنا طبعا لازم يزيد عن كده وتبقى جوسي عن كده بس انا لسه هحط لها شويه الايه الزعتر الحلوين دول تدي بس تيست حلو خفيف كده مش هكتر. انا في الاخر عايزه اديها تطعيمه صغيره مش عايزه اديها ايه اطغى على طعمها بالايه بالزعتر. وهضيف اهو عصير الطماطم ادي كده نقلب بقى تقليبه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم تاخد بس غلوه زي ما حضراتكم شايفين كده غلوه حلوه وبعدين ايه ابدا اقفل الايه البايركس بتاعي اهو. انا حطيت ورقه لورا بس كده وبعدين هشيلها في الاخر اهو. ناخد بقى البايركس وننظف كده مكان ما هنحط البايركس ونبدا نقفل الايه الطاجن. نحط تحت لو انتوا حابين يعني يبقى في بين الفواصل بشاميل انا هحط في اخر طبقه بس مش هحط يعني في كل الطبقات. فانا عايزه اخد كده من الصوص ده باللوش كده مثلا هنا بسم الله في البايركس بتاعي شويه كده هنا ماشي ورقه اللورا دي خلاص كده الاول وهلبس الجلافز ونبدا نرص الايه الباذنجان الجميل بتاعنا ده بسم الله علشان اهو. بصوا بقى الجمال هناخد كده
حبات الباذنجان، ودول صغننين. اوكي، وهناخد من الصوص الحلو ده برضو. هبدأ بقى ارفع خلاص الحلة دي كده من على النار، اخدها هنا جنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونزود. وطبعا هاخد رق من البطاطس دلوقتي، وده للي حابه انها تبقى بالبطاطس، ولو ان انا عن نفسي يعني ما بعملهاش بالبطاطس. طبعا المسقعه برضو البلدي احنا عملناها مره قبل كده، كانت طالباها مننا حبيبتي مدام سهام، طلبتها البلدي بتاعه الايه اللي بتبقى بره يعني، اللي هي من غير لحمه ولا حاجه، بس كان ليها توليفه كده صوص حلو. والحقيقه ايه الحمد لله ان احنا يعني ربنا قدرنا وعملناها لها بشكل لطيف كده. حط بقى طبقه بطاطس، ودي برضو مش كتير، ممكن يبقى مكانها الفلفل. انا عن نفسي احب الفلفل جدا مكانها، لكن زي ما قلت لحضراتكم في الاخر احنا عملنا طرق مختلفه، او عملنا اللي بالفلفل قبل كده، فخلينا دلوقتي ايه نغير، نبقى عملنا لحضراتكم اللي انتوا حابين. وهناخد طبقه من الباذنجان الجميله دي، خفيف ما فيهوش زيوت كتير، في نفس الوقت مستوي حلو يعني، مش مضايقنا في سواه. وناخد بقى شويه من اللحمه. حبايب طبعا شيكو اصلها بتحب المسقعه برضو، فبتقول انا بحب المسقعه. بصوا مش حط الا طبقه بطاطس واحده، وادي كده. تسلم ايديكم حبايبي والله، وتسلم يعني اللي جايبين التصوير الجميل الحلو ده، شكرا ليكم جميعا. بصوا كده، بصوا بقى الشكل يجنن. وطبعا البتنجان احلى حاجه فيه تدقوا تلاقوا طعمه حلو لكن خفيف، يعني ايه نحاول نبعد عن شويه الحاجات اللي ايه اللي بتاثر علينا دي. طيب انا هاخد بقى بقيه اللحمه الحلوه دي، وهنزل كده بالصوص كده، شايفين اهو شويه بقى ايه طاجن خفيف خفيف، ونقدر ما نحطش زيوت كمان للحمه لو احنا اللحمه فيها دسم، يعني لو لقيتوا اللحمه فيها ابيض. انا عاده بحاول اطبخ باللحمه دايما اللي تكون ما فيهاش دسم. هناخد بقى اخر طبقه خالص نقفل بيها الايه الحبه الحلوين دول، شويه الايه. بصوا بقى البشاميل لما بيقعد بيتقل سنه ازاي، بصوا حضراتكم دلوقتي هتشوفوا قوامه. بصوا وانا بقلب بان بقى انه بان انه بقى تقيل شويه، فانا لو كنت خدته وهو في الاول كان هيبقى كانه انتم بتشوفوه كانه خفيف ميه، هتقولوا لا ده خفيف قوي انتقله. اول ما انتقله ونيجي بقى نسيبه شويه في جنب، حضراتكم تفاجئوا بانه تقل زياده كده. نبدا ناخد بقى بسم الله هنا. بس انا بقى هعمل حاجه، هاخد هنا الاول بيضه هكسرها، معلش يعني اسمحوا لي انا هعمل على وشها البشاميل فيه بيضايه. اخد كده البيضايه الحلوه دي واحط معاها رشه ملح هنا، رشه فلفل اهي، هقلبها بالشوكه وبعدين نضيفها هنا ممكن بالويسك على طول قبل ما ادي الويسك. بصوا وهنزل كده اهو، وهقلب واخلطهم كده، وهاخد بقى الايه البشاميل هنا. طبعا دي احنا مدلعينها جامد يعني، لكن هي في الواقع ممكن ما نحتاجش للايه الكميه دي كلها، حاجه بسيطه كده بس تدوب مع شويه البشاميل اللي احنا حطيناهم، وانا دايما بحب احطه قبل. بسم الله اهو طبقه كده. بصوا بقى الجمال، طبعا هيدخل الفرن يا دوب البشاميل ده يلون وياخد اللون الحلو مع حضراتكم.
وقدموها بقى بالهنا والشفا. اهي هو اصلا هينزل الطبقه دي من تحت، اللي عايز يحطها طبقه اخف من كده مفيش مشكله خالص، اللي عايز يعملها طبقه نلون بس الدرجه، مش عارفه هو هيدخل هنا ولا هينفع يدخل في التاني، اعتقد هيدخل في الفرن الكبير. عشان الطاجن كبير. طيب انا بقى عقبال ما ادخل دي الفرن هستسمح بقى حضراتكم في فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل هنعمل وصفة جميلة جدا نحلي بقى بعد الأكلة الحلوة دي، نشوف هنعمل ايه، مستنيه حضراتكم. عملنا المسقعة، بس عملناها النهاردة بالبتنجان مشوي على الجريل بطريقة صحية وخفيفة بزيت قليل جدا.